السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة موضوعنا اليوم موضوع فقر الدم أو ما يسمى بلانيمي هو موضوع مهم لأنه مشكل صحة عمومية آخر الأرقام اللي هضرت عليها منظمة الصحة, منظمة الصحة العالمية اللي هو تقول باللي عدد المصابين بفقر الدم في العالم 2 مليار وأنه 50% من هذه الحالات سبب هو نقص في في الحديد اللي هي ماده مهمه في الدم قبل ما نبدأ في موضوعنا ش هي ما هو مشكل الانيمي الانيمي هو نقص في ماده اسمها الهيموغلوبين اللي موجوده في كريات الدم الحمراء في الدم هذه الهيموغلوبين هي بروتين اللي غني كثير بالحديد واللي هي نقل لو ترونسبور نقل الاكسجين في جميع للجميع الاعضاء تاع الجسم تاعنا الحاجة المهمة اللي أنه في, الدم العادي كان الكثير من كريات الدم الحمراء هناك الملايين في المتر المكعب الواحد الملايين من هذه الخلايا وهذه الخلايا هذو لي جلوبيل في وسطهم كان ليموغلوبين بنوعيه وبكميه عاديه عند الطفل اللي عنده الانيمي عدد كريات الدم الحمراء يكون قليل وبالتالي فان تهوي يكون قليل ولكن الهيموغلوبين يجب يكون نورمال ولكن لا كاليتي تاعه هو يكون انورمال النوعيه تاع الهيموغلوبين هي اللي فيها مشكل وبالتالي فان نقص الهيموغلوبين يولد نقص تاع الاكسجين اللي ما غاديش يوصل بصفه كافيه للاعضاء تاعنا العضلات تاعنا اللي يخدموا به وبالتالي لو مون الخدمه تاع الجسم تاعنا غادي تنقص ها هذه الانيمي غادي تولد لنا غادي نولوا نعيو بالخف السيستم ايميونيتير تاعنا الجهاز المناعي تاعنا ينقص ميم الخدمه تاع تاع لو سيرفو تاعنا ها غادي غادي تكون رالونتي وتكون قليله كيفاش نخمو باللي بالك واحد من ولادنا عنده الانيمي وقتاش اللي قلنا نخمو في هذا المشكل الا لاحظتوا بيان سور الحاجه الاولى اللي غادي تبان تقولي أه؟ باللي عنده لو تان يكون ابيض ها أه؟ اي بال على يعني خاطرش الهيموغلوبين هي اللي تلون الوجه تاعنا لا كولور غوج هذيك لا كولور الحمراء تاعنا السبب تاعها هي الهيموغلوبين الموجود في الدم لا نقص دونك لا غادي غادي تتبدل اذا حسيتوا باللي الولد تاعكم ولا يتقلق بالخف ولا يعيا بالخف لو موندغ ايفور غير يجري ولا يدير ان اكزرسيس ولا يعيا بالخف يبدا يبدا لي يسوفلي ما يقدرش ريسبيري اكسيتيرا وهذا السبب تاعه انه نقص في الاكسجين الهيموغلوبين ما يوصلش الاكسجين للعضلات تاعه، دونك يعيا بالخف الا لاحظتوا بلي عند ما ياكل مليح لو موك تاع لا بيتي ها آه اللي لاحظتوا ايضا بلي ما راش يكبر ها آه بصفه بصفه عاديه شفتوا بلي هذا الطفل يدير بزاف لي زانفيكسيون خاطر لونجين خاطر وذناه اكسيتيرا كل شهر انفيكسيون بالك هذا السبب تاعها هو الانيمي اعراض اخرى كما قلنا لانيميت نجم توشي دونك الديفلوبمون النمو الذهني تاع الأنفون ودونك بالتالي الاعراض تاعها نجم نلاحظوها في المدرسه الأنفون ما يوليش يكونسونطري مليح الاستاذ غادي يهضر لكم بلي لا دي بروبليم د لا كاباسيتي تاعها نقصت اي بيان سور لو روندمون سكولير تاعها غادي ينقص تا هو دونك الخدمه تاعها في ليكول غادي ما تقدريش تكون مليحه وتنجم تكون السبب تاعها هو لانيميت الو هذا الانيمي شنو هما الاسباب تاعها اسكو كاين غير نوع واحد من الانيمي الجواب هو لا كاين انواع كثيره من الانيمي ولكن السبب الرئيسي واللي اللي نشوفوه عند الاطفال هو نقص في الحديد في الماكله تاعهم نقص الحديد في الجسم تاعهم غادي يولد لنا الأنمي كما قلت لكم هذا الحديد هذا مهم جدا باش يصنع الهيموغلوبين في الجسم تاعنا الو وينتا نشوفوا هذه الانمي اللي نشوفوها كثير هي الاطفال اللي نجمو يتوشو بصفة كثيره هما الاطفال اللي السن تاعهم بين سنه وثلاث سنوات دونك باللي في الستة شهور الاولى الطفل يكون يكون داير ستوك تاعه من عند الام اللي كان جنين في البطن تاع الام تاعه كان يدي الدم والحديد من عند الام دونك كان داير ستوك تاعه تاع الحديد اللي نجم يشد له في الستة شهور الاولى ما يكونش كاين مشكل ولكن اذا كان بعد 6 شهور لانيمونطاسيون تاع الماكله تاعه ما توفرش فيها ماده الحديد دونك لانيميت نجم تتولد الاطفال اللي يرضعوا غير لو سان تاع الام تاعهم يرضعوا الرضاعه الطبيعيه ولا يدوا لو بيبرون ولا يدوا الحليب تاع المعزه كيما نقولوا دونك هادو عندهم ريسك كبير باش يديفلوبو دونك الانيمي بعد السن تاع ست اشهر لما دخلنا لهمش لا ديفيرسيفيكاسيون alimentaire دونك لما بدنا شنو نوكلوهم بعد السن تاع ست اشهر ذكر <applause> بان الام توفر كمية كافية من الحديد للطفل تاعها، اللي تشد له كما قلنا مدة ست أشهر، ولكن بعد ست أشهر لازم نبدو ديفيرسيفيكاسيون alimentaire، هذا شيء مهم، دونك كما قلنا مادة الحديد مهمة اه باش ما تولدش الانيمي مي نجم يكون عندنا نقص تاع صوالح واحد اخرين اللي نجموا يولدوا الانيمي كيما لي فيتامين كيما الفيتامين بي 9 لاسيد فوليك كيما الفيتامين بي 12 كيما لا فيتامين او اللي كلهم يجوا في الماكله تاعنا ولا نقصوا دونك نجموا يولدونا الانيمي دونك الجسم تاعنا يطلب قاع هذو لي نوتريمون باش يصنع الهيموغلوبين كاين اسباب اخرى اسباب اخرى اللي تنجم تعطينا الانيمي كيما لي زانفيكسيون كيما بعض الامراض الامراض المزمنه كيما العجز الكلوي باغ اكزومبل ولا ممكن تكون عندنا مرضي تاع لا تيرويد تنجم تعطينا اه بيان سور الانيمي كاين بعض الامراض الوراثيه باغ اكزومبل كيما لا دريبانوسيتوز كاين ملي يكون عندنا امراض في لو توب ديجستيف وين يكون كان انساني مون صغير في توب ديجستيف سورتو عند الاطفال اللي عندهم الحساسيه من البروتين ديال الدفاش بعض الادويه ايضا نجمت <applause> تولد لنا الانيمي والسبب الخطير ايضا واللي ما ليقش ننسوه دايما نتفطنوا له هو لو كونسير لا قدر الله كاين بعض الاطفال اللي قلنا انتباه واللي لهم عنايه خاصه وهما اللي يكون عندهم ريسك اكثر باش يديروا هذه لانيمي شكون هما هاد الاطفال هما الاطفال اللي يزيدوا افيك ان بوا صغير اقل من 3 كيلو سورتو سوا ان بريماتوري ولا كان عندها نقص تاع النمو من كان من كان جنين دونك اللي يزيدوا بوا ناقص اللي لهم بيان سور عنايه مركزه ونجمدوا لانيمي

Bien sûr, il y a d'autres bébés les sont mais pas assez variés. La diversification est très variée. les jumeaux. Les jumeaux, les jumeaux, les jumeaux qui ont des enfants, les enfants, les ont des mauvaises habitudes alimentaires, mais klouches, euh, euh, ces, euh, ces, euh, jumeaux, ils ont des habitudes alimentaires. الحاجة الأولى اللي غادي يديرها أنه غادي يطلب فحص صغير، أه، غادي يدير أن بريليف مون باش نعايروا هذا الدم، باش نشوفوا كي راهم دايرين كريات الدم الحمراء، إسكو راهم ناقصين في الجسم ولا لا، باش نشوفوا إسكو الليموكلوبين راه ناقص، إسكو النوعية تاعها راهي نورمال أو با، ويتنجم هذا البريليف مون أيضا يحوس لنا على السبب تاع الأنيمي. الطبيب طبعاً آه غادي يفحص الطفل غادي يسقسيكم بعض الاسئله اللي تساعده باش يسخص المرض كيفاش راه الحاله تاع الطفل اسكو كاين هذا النوع من الامراض في لا فامي هذه اسئله مهمه بالنسبه للطبيب اذا شخصنا مثلا باللي عنده الانيمي اسكو كاين ان تريتمون اسكو كاين دواء لهذا المشكل طبعا وهذا الدواء ال ديبون على حساب الحاله تاعنا لا اسكو لانيمي لي غراف او با هذو من بين الادويه اللي غادي يبروبوزيهم الطبيب هي انه نزيدوه الحديد الحديد كاين بيان سور اون سيرو اون غوت نجمو نزيدوه للطفل باش دونك نصحو من المشكله الغذائيه تاع الطفل Même les vitamine de comme qui le B9, le B12, qui doivent doit être ou les gens soit en sirop, soit en injectable, par exemple. Le mec l'a tapé, fini on va faire attention. Les dit même dans le lait, quand le lait les plus riche en fer que les autres. Et bien sûr, le qu'nam a changé le régime alimentaire de l'enfant. Le qu'nam a la quantité de l'or et on a ajouté de la quantité de fer. L'alimentation, le qu'nam a plus riche dans la santé. La santé est en fer. L'alimentation, le qu'nam confirme surtout le cheddar. Le cheddar, bien sûr, la viande, si c'est possible. Bien sûr, j'ai chargé les viandes qui ont des solutions. Et bien sûr, dans les par exemple, les artichauts, les épinards, les bœufs, les sont les, les, hâdides, les pour le château que nous proposons l'enfant. حاجه اخرى عند الاطفال القهوه ولا تاي القهوه ولا تاي نورمالمون ما نبروبوزاش لي مي كاين لي اللي لي يشربوها جوست مور الماكله اللي نحذروا منها الاباء باسكو غادي غادي تمنع لابسوربسيون الامتصاص تاع الحديد في الانتستاب بصفه كبيره ب 65% دونك يفو فير اتونسيون لهذا الشيء في حالات اخرى من تكون لانيمي تكون غراف لي لكن... سوليسيون واحده اخرى هذا الشيء ما يكفيش دونك نزيدوه الدم سك كون ابي لا ترانسفيزيون سانغين هذا الدم يكون وسيله باش نقاوموا هذه الانيمي هذا الشيء خاصه في بعض الامراض مثل با اكزومبل لا بيتا تالاسيمي و... ولا بعض الامراض الوراثيه واللي قلنا ندير لهم ميم بروغرام تاع لي ترانسفيزيون باش نقاوموا هذا المرض ولكن هذه لا ترانسفيزيون تنجم تزيدنا في الحديد بكميه كبيره وهذا الحديد ينجم يولي توكسيك دونك يهلك الجسم دونك لازم نعطوا دي ميديكامون ولا ادويه اللي تنقص من الحديد في الجسم او ميم طون مع هذو لي <applause> طبعا طبيب نجم يكتب ادويه واحد اخرين باش يقاوم السبب تاع الانيمي اذا كانت الإنفكسيون باغ اكزومبل نجم يعطي ادويه باش يحرض على الصناعه تاع كريات الدم الحمراء في الجسم في بعض الحالات أيضا لازم نقلعوا لاغات سكون ابلاسيون دلاغات طيحال نقلعوه باسكو في بعض الأمراض الوراثية هذه لاغات تولي تصنع لنا كميات كمية كبيرة من الكريات الدم الحمراء. هل الوقاية ممكنة؟ طبعا الوقاية ممكنة باش نقاوموا هذه الأنيمي قلنا السبب تاعها الكبير هو النقص في الحديد اللي الحديد يكون متوفر بكمية كافية عند الطفل. بعد الولادة الحليب الأم كافي لنا الحديد للطفل، ميم لي كاين حليب اللي مغذي بالحديد اللي يستحقه الطفل بعد سنة تاع لازم أشهر ندخل لازم ندخل

أه باللي راه بال ما اللون تاعه ماش عاجبكم باللي عنده مشاكل في المدرسه في لاطونسيون اكسيتيرا اللي خاكم تكونسلتو الطبيب آه بالك عنده مشكل تاع لانيمي الى لاليمونتاسيون تاعها آه 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 تكون غيش اللي يكون فيها الحديد كما قلنا لازم ندخلوا الماكله بعد ست اشهر ما اللي قلناش نطردو بلوس كو سا بيان سور لاليمونتاسيون ماشي غير تكون غيش اللي تكون ايكيليبغي وغادي نهضروا عليها ان شاء الله في موضوع اخر عن لا نوتريسيون تاع <متصفيق> الى هنا ناتي الى نهايه حصتنا اليوم نشكركم على حسن المتابعه ونتلاقوا في حصه اخرى ان شاء الله مع السلامه